تعالوا نشوف الجيرك تشيكن الاول بتتعمل ازاي. عايزين نعمل تتبيله، عندنا فرخه فاتحينها من الظهر عشان هنشويها، وعندنا يا جماعه 8 اعواد بقدونس و8 اعواد كزبره، فلفلايه خضراء حاميه مقطعينها قطع، كل قطعه كبيره عشان هنضرب في الخلاط مع بعضه، واحد فلفل رومي، 3 فصوص ثوم، وقطعه جنزبيل طازه حوالي كده 3 سم، بصلتين خضر وعصير 2 ليمونه، معلقتين كبار عسل ابيض، زيت نباتي ونص معلقه كبيره سكر، معلقتين صغيرين كبابه صيني، ومعلقه صغيره قرفه باودر، معلقه عفوا صغيره كمون، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره كزبره ناشفه، ورشه جوزه الطيب، شطه خشنه كميتها حسب الرغبه وممكن نستبعدها تماما لو احنا ملناش في الاكل الحامي، وعندنا ملح طبعا وفلفل اسود. وهنبدا نعمل التتبيله، الخلاط جنبي او الكبه برضو تنفع مفيش مشكله، اللي متوفر فيهم. هحط عصير الليمون، هحط ده ايه ده سكر، سكر اتاكد بس اني مش طالبه حاجه تانية شبهه، الفلفل الحامي، شويه شطه وده اختياري، فصوص الثوم، قطعه الجنزبيل هاخد حته صغنطوطه كده على قد احتياجي، انا عايزه حته صغيره فهقشر حته صغيره كده، الله ريحته جميله، بس كده كفايه، الفلفل الرومي، الخضره بايديكوا كده بس ايه يعني صغروها مش اكتر، ونفس الكلام على البصل الاخضر، ممكن كمان تستخدموا المقص بيكون سهل قوي في الاستخدام. فين المقص؟ ما عنديش مقص ليه؟ لا خلاص 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 حتى لا ما لقيتوش، بس حتى مش هستناه يعني، مقص اساسي يا جماعه، لازم يكون في مقص دايما زيه زي السكاكين. نقطع قطع كبيرة، بس احنا بنصغر عشان نسهل العملية على الخلاط، ولكن هي يعني الموضوع كله ضرب في الخلاط، ما تشغلوش بالكو بقطع صغيرة. طيب فاضل كده التوابل، كزبرة، بابريكا، كمون، كبابة صيني، رشة جوزة الطيب، العسل، ولاحظوا ان انا حطيت كل حاجة ما عدا الزيت، وانا راجعة كده هجيب معايا شوية مية، بس هحط شوية مية هتساعد التتبيلة دي في ان هي ايه تبدأ تتخلط عشان المكونات اللي ما فيهاش سوائل كتير. العسل يعني بناخد شوية بس ايه جهد عشان ننزله كل الكمية عشان مقدارنا يبقى صحيح. تمام خلصنا كده، بصوا يعني قد معلقتين كبار ميه مش اكتر او ربع كوبايه بالكتير، تجري بس الخضار معايا عشان التتبيله تتعمل. الدنيا وقفت مفيش منع ان انا ايه اساعد بتقليبه وبق ميه كمان، بس كده
كده. هاجي دلوقتي اضيف الزيت، هضيف حبه زيت كده، وانا اعتقد اني ما ضفتش لا ملح ولا فلفل اسود، صح؟ صح. نيجي كمان بالمره نضيف الملح والفلفل الاسود. ضفنا الملح والفلفل والزيت، نضرب ضربه كمان. وبقت عندي التتبيله اللي انتوا شايفينها دي، تتبيله سايله مش تتبيله خشنه، عامله زي العصير التقيل او زي السموذي كده، لونها مخدر. يا خرابي على ريحتها، لا مش طبيعيه يعني. بصوا تفتحوا الخلاط كده تهب عليكم ريحه تعرفكم انكم هتاكلوا اكله. هلبس الجوانتي وابدا اتعامل مع الفراخ الجميله بتاعتي. الفراخ طبعا انا منضفاها، اللي حابب ينقعها مفيش مشكله يستخدم تكنيك النقع، لان دي هتتشوي في الفرن، فطبعا لو اتنقعت بالتاكيد النتائج هتكون احسن. حطينا كل التتبيله مع الفرخه في الكيس. طب انا عايزه اتبل الفرخه دي هعمل ايه؟ هقول لكم حالا، بس عشان ما بهدلش الكيس من بره بدلت الجوانتي. هنيجي كده بالكيس، شايفين انا بعمل ايه؟ حاضر، استنى اشيل لك كل الحاجات اللي خلصتها اهو. تمام كده، يلا نرمي الجوانتي ونرجع. شايفين نعمل كده ونقلب على الناحيه الثانيه ونعمل نفس الحاجه. خدوا بالكم بس تقطعوا الكيس. فالفرخة بقت مش متبلة بس، دي شبعانة تتبيلة. وهاجي كده اخد طرف الكيس ده، ممكن اربطه بالرباط اللي بيبقوا حاطينه ده، او انا يعني بختصر وجع الدماغ وبقوم ايه مدككاه كده او مدخلاه تحت الفرخ. الحقيقه كمان يعني بمناسبه بقى موضوع الاكل اللي بيبوظ والتشجيع والدعم المعنوي ده، محتاجه برضو يعني اقول حاجه للامهات. مامتي مثلا ما افتكرش ابدا في حياتي ان هي انبتني على مقادير باظت ولا على اكله اترمت ولا على اي حاجه، فده خلاني ما اقفلش من دخله المطبخ. بس تخيلي لو بنتك مثلا عملت حاجه وباظت، فانت قعدتي قطمتيها وسمعتيها بقى كلام وبوظت لنا المقادير ورمينا المعرفش ايه وعجبك كده وما كلناش، تخيلي بقى هي هتبقى متشجعه تدخل تعمل حاجه تاني؟ اكيد لا. فبرضو يعني من الحاجات الجميله يعني ان ماما عمرها ما قطمتني على حاجه باظت ابدا 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 ابدا، كلهم بصراحه يعني كانوا قمه في التشجيع. بصوا كده، دي بقى ايه غير التتبيله، واحنا حاطينها في الكيس الحراري. عندكم حل من اتنين، يا تسيبوا على طول وهتطلع تحفه، يا تسيبوها في التتبيله. وطبعا سابتها في التتبيله شويه بتفرق بقى فرق شنيع، الريحه بتبقى حاجه تانيه، الطعم بيبقى حاجه تانيه، اللحم بتاعها بيدوب بيبقى حاجه تانيه. والمهم ان احنا هناخد الكلام الجميل ده كله على فرن سخن على درجه حراره 220، الرف اللي في النص مع تشغيل مروحة توزيع الحرارة في حالة توافرها والحرارة من فوق وتحت، ونسيب الفرخة تستوي. كده خلصنا أول فرخة مع بعض النهاردة، جيرك تشيكن أو اتفريخ بتتبيلة جيرك اللي مصدرها بتلاقوها في جامايكا وبتلاقوها أحيانا في الأرجنتين، بتلاقوها في الدول بتاعت إيه أمريكا الجنوبية دي. تتبيلة جميلة جدا، وزي ما انتم شفتوا مفيش فيها مكون واحد غريب عن ذوقنا، فأتمنى أنكم تجربوا. الفراخ اللي في الفرن الجيرك نحط لها ايه يا ساره؟ نحط لها ايه؟ تعالوا نحط لها شويه خضار مشوي. وبطاطس مشويه. ادي البطاطس انا هقسمهم دلوقتي. هنزلهم كلهم واقسمهم، البطاطس على جنب والخضار على جنب، وتيجي الفرخه الحلوه القمر اللي بتستوي دي تقوم نازله معاهم على طول. ادي
اول طبق كده جاهز معانا التقديم بتاعه. طبعا تقديم الفراخ يعني مرنة قوي، الفراخ بتاخد اي حاجة في الدنيا، مكرونة، رز، بطاطس بيوريه، كله بيمشي معاها، بيقولش لا. ناخد البطاطس المشوية كده على جنب، شايفين حلاوة؟ عايزين نعمل حلقة يا نور للبطاطس المشوية وأفكارها، لأنها يعني الحقيقة بالهبل. وشوية خضار مشوي كمان جنبيها، ونسيب الكورنر ده للفروخة بتاعتنا. شايفين منظرها؟ هنا بقى عايزين نكون يعني حريصين جدا عشان الفراخ دي. انا هفتح الكيس الاول، اطلع الدخان بالظبط، اوف يا خراب منظر. شايفين المنظر؟ حاجة كده يعني مش لازم اشيلها بحاجة، لان لو شلتها بايدي هتنهار معايا، هي طرية جدا ما شاء الله. كلنا بننهار والله، وانا بنهار زيكم حضرتك. اليوم كله منهار النهاردة، من امبارح احنا منهارين من امبارح، صح؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بطاطسايتين بس، ادي اول طبق. طب انا مش هتكلم كتير بقى، يعني بصوا في بقى صوص هنا هو ما يصحش نستغنى عنه الحقيقه. فاحنا هنعمل ايه؟ هننزل الصوص ده كله في الصاج، ايوه، وبعد كده ناخده على صوصيره او حاجه. انا طبعا المفروض يعني ما اعملش الحاجات الانتحاريه اللي انا بعملها دي، واستنى على الحاجة انها تبرد شوية عشان اعرف اتعامل معاها، ولكن انا ببقى مزنوقة دايما عشان وقت الحلقة، فعشان كده بتعامل يعني ايه سخن سخن، مش فارق معايا. يلا ناخد بقى بولة كده، ممكن صوصيرة بعد اذنك، اشكرك. انا هسيب الصوص يهدى من الحرارة شوية عبال ما يجيبولي ايه صوصيرة احطه فيها.